بالتاكيد طبعا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، يعني كلنا ثقه ان شاء الله في كل لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه والمنتظره والمرتقبه لدى كل الجماهير، لكن ان شاء الله بالحاله الكبيره للتركيز اللي احنا شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي والجديه الكبيره في التدريبات ان شاء الله باذن الله يكون ليها مردود كبير يوم السبت القادم على ملعب لوكاس موريبي في الثالثه عصرا بتوقيت بريتوريا. ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي بشكل عام. استاذ باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، لو حطك في الاجواء ونحط كل جمهور النادي الاهلي في الاجواء لتدريب اليوم طبعا النهارده ومأدبه العشاء اللي كانت مع سفير مصر احمد الفضيلي والمسحه كمان المسحه الطبيه اللي كانت صباح اليوم، يعني اقدر اقول لك النهارده اليوم كان صباحا اعتيادي بالنسبه للفطار. تعرف طبعا المباراه 3 عصرا فيمكن الجدول الخاص بالوجبات بيكون مختلف شويه، 8:30 كان فطار صباحا ثم 11 صباحا وجبه الغداء بيكون فيه المسحه. طبعا النهارده كانت المسحه الطبيه الاولى، انا بقول لي المسحه الطبيه الاولى باشمهندس علي استاذ ابراهيم لان النهارده هي المسحه الخاصه بالكاف، لكن يوم السبت ان شاء الله باذن الله هتكون في مسحه اخرى للسفر الى قطر، دي يمكن خاصه بالسفر فقط لا غير. لكن الحمد لله طمنا طبعا بتصريح الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي بسلبيه مسحه البعثه بها الكامل، امر مهم جدا ويمكن ده مش جديد على النادي الاهلي. الاجراءات الاحترازيه يمكن على طول النادي الاهلي بيتبعها بكل قوه وبكل جديه، اللعيبه على طول من المطعم الى الغرف الى التدريب، فيمكن غلق تام بالنسبه لمعسكر فرق النادي الاهلي هنا في بريتوريا، وايضا كمان فندق الاقامه فيه تجديد كبير جدا، لابد ان تكون متواجد تتحرك بالكمامات، فامور عديده جدا. الحمد لله طمنا على كل اللعيبه ورب كمان نطمن عليهم غدا باذن الله في التدريب، ويوم المباراه ان شاء الله يكون كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي. ايضا كمان يعني عايز اتكلم على التدريب النهارده، يعني الحاله اللي شفناها مع لعيبه النادي الاهلي والمحاضرات المستمره من بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ، الحقيقه اللي كل تدريب قعدته طبعا بيكون في تحفيز بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه باشمهندس علي يا استاذ ابراهيم على طول اللي في دماغها على طول بتقول احنا جايين هنا متاخرين بهدفين وليس متقدمين بهدفين عشان تكون الرغبه اكبر والتركيز اقوى، ده امر مهم جدا. كل اللعيبه الكبار والشناوي وليد سليمان محمد كل اللعيبه الكبار بتتكلم مع بعض على اهميه هذه المباراه، ملايين من جمهور النادي الاهلي منتظره هذه المباراه والتركيز كبير الحمد لله. بيتسو موسيماني معتمدين عليه اعتماد كبير بجانب الجوانب الفنيه لان في ثغرات عديده جدا الراجل بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، امتى صن داونز بلغه الكره يقدر يموت اللعب، هنضغط ازاي، هنوزع الجيم بشكل عام ازاي، التلت الامامي هنضغط فيه امتى، في كمان يمكن بعض الامور اللي ممكن نشوفها فيها تغييرات في التشكيل لان الراجل يعني قاري بشكل جيد جدا الحقيقه من خلال متابعتنا للتدريبات على الثغرات الخاصه بصن داونز وازاي هيقدروا يهاجموا وازاي هيقدروا يلعبوا علينا الكرات العاليه. فالنهارده كان تدريب قوي جدا جدا للعيبه النادي الاهلي وكان واضح التركيز، يمكن التدريب كله كان تكتيك النهارده بعيدا عن البدني، لكن الحمد لله اطمنا بشكل عام على اللعيبه باستثناء طبعا محمد مجدي قفشه. يعني محمد مجدي عشان النهارده يمكن بعض الناس قالت ان محمد عنده اصابه او يمكن خرج النهارده من التدريب او عنده اجهاد، لا انا بطمنك محمد مجدي قفشه جاهز ان شاء الله بكل قوه لمباراه يوم السبت مع حمدي فتحي. حمدي فتحي كمان يمكن النهارده ظاهر بكل جديه، تدريب الامس كان واضح ان هو جاهز للمشاركه، تدريب اليوم كمان خد جرعه تدريبيه قويه، فيا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي خلال غدا ان شاء الله اللي هيكون التدريب الرئيسي على استاد لوكاس موريبي اللي هيستقبل المباراه. وايضا كمان كعادتي طبعا يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي اليوم الاخير اللي بيكون قبل المباراه بيكون المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني، الاجتماع الفني يمكن غدا هيكون واحده ظهرا المؤتمر الصحفي 2 ظهرا في ملعب لوكاس موريبي يليه على طول مباشره التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي هيكون في 3 عصرا. الحمد لله الامور طيبه وماشيه بشكل جيد جدا، وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقه يمكن رسالته هامه جدا واصله للعيبه بشكل كبير، بيحضر في كل حاجه طبعا من التدريب بتواجده مع لعيبه النادي الاهلي، سفير ايضا كمان احمد الفضلي وكل مسؤول السفاره الحقيقه متواجدين بكل قوه معانا في الفندق الاقامه في تدريبات، فالامور الحمد لله طيبه بشكل جيد جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله يعني ننتظر بس طاقم التحكيم يكون موفق في المباراه، امر الفار ده امر مزعج جدا، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تقدر تحسم المباراه ما ننتظرش فار ونقدر ان احنا ان شاء الله نقدر نحرز ونقدر ان احنا يبقى لينا الاسبقيه في مباراه يوم السبت.